زار وفد الحقيقة الدولية المرافق لبعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة بعثة حج القوات المسلحة، والتقى أفرادها الذين حطت رحالهم في المدينة المنورة. قائد بعثة حج القوات المسلحة العميد الركن محمود المعايطة نوه إلى الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها القوات المسلحة سعيا لتمكين أفرادها من أداء هذه الفريضة. انطلقت البعثة العسكرية صباح يوم السبت الموافق 15 إلى الأراضي المملكة العربية السعودية، حيث وصلت إلى حدود المملكة الأردنية الهاشمية مع السعودية حوالي الساعة 12 صباح يوم السبت. كانت الإجراءات على الحدود الأردنية ميسرة جدا من قبل جميع الأجهزة الأمنية، ودخلنا إلى الحدود السعودية وكان هناك تعاون من قبل السلطات السعودية، حيث قاموا بجميع الإجراءات لجميع أفراد البعثة، وانطلقت بعدها حتى وصلت إلى سكن المدينة المنورة بحوالي الساعة 3 من يوم الأحد الموافق 16. جميع أفراد البعثة سكنوا في الأماكن المخصصة لهم، وجميعهم يتمتعوا بصحة عالية ومعنويات عالية، والآن هم موجودين في السكن المدينة المنورة. بدورهم ثمن القائمون على البعثة ومنتسبوها جهود القوات المسلحة، وعلى رأسها قائدها الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في إعطائهم الفرصة لأداء فريضة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العميد الركن إسماعيل حسين العرود، مساعد قائد بعثة الحج العسكرية الأردنية رقم 40. الحمد لله رب العالمين، لقد وصلنا إلى الديار المقدسة ضمن خطة التوقيتات المعدة مسبقا، وأريد حقيقة أن أطمن الأهل جميعا بأن جميع أفراد البعثة بخير وعافية ويتمتعون بمعنويات عالية جدا. أنا العميد الدكتور جميل محمد الخطاطبة، رئيس مرشدي بعثة الحج العسكرية الأردنية لهذا العام. طبعا أنا أشرف على الجانب الديني، ويساعدني 18 إمام موزعين على الحافلات، كل حافلة فيها إمام يقوم بمهمة الإرشاد الديني وتوجيه الناس إلى الأحكام الشرعية عند كل مرحلة من مراحل الإرشاد الديني. وبالمناسبة أن هذه الرحلة هي الرحلة رقم 40 التي تسيرها القوات المسلحة من خلال مديرية الإفتاء، حيث تعقد مسابقات دينية لهذه الغاية، وينتخب الناجحون المتميزون في هذه المسابقات لأداء فريضة الحج. ولذلك احنا عندنا مستوى الإلمام بالأمور الدينية عالي لدى جميع أفراد البعثة، بالإضافة إلى أنه تقوم مديرية الإفتاء بعقد دورة خاصة قبل حركة البعثة للمرشدين لكي يتبحروا بالأحكام الشرعية الخاصة بأحكام الحج، وتقديم فتوى موحدة ميسرة للجميع، بحيث أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. وهذا الأمر ولله الحمد تم، وظل الأئمة متواصلين مع زملائهم من أفراد القوات المسلحة ومن المصابين العسكريين ومن الديوان الملكي ومن المتقاعدين العسكريين. كل أفراد البعثة أخذوا إلمام تام بالمواضيع الدينية والثقافية اللي مروا فيها، ونتمنى إن شاء الله إنه نستمر. واليوم إحنا بالمناسبة كان عندنا اجتماع للمرشدين للتحضير لتفويج البعثة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وبدءا بالإحرام من آبار علي، ويعلم الناس كيفية الإحرام وكيفية بدء هذا النسك بالنية الصحيحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. على العقيد الدكتور فوزي سالم زفل العطيات، رئيس الفريق الإداري المرافق لبعثة الحج العسكرية. واجب الفريق الإداري في البداية على الحدود الأردنية وكذلك حدود السعودية المساعدة في عملية التفييز وتسهيل أمور الحجاج الأردنيين المرافقين للبعثة العسكرية، ثم بعد ذلك في مسألة الوصول إلى المدينة المنورة تفويج الحجاج والإشراف على تسكينهم في السكن اللي معد في المدينة المنورة. بعد ذلك الواجب الآخر هو مسألة تفويج الحجاج
من مدينة الحجاج في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ثم بعد ذلك الإشراف على تفويج الحجاج من مدينة النورية أو مدينة الحجاج إلى السكن البعثة في العزيزية، حيث يتم هناك الإشراف على تسكينهم في كل شخص في مكان محدد وحسب ما هو متفق عليه في البعثة العسكرية الأردنية. أنا العقيد الركن عبد القادر محمد الكساسمة شاركت في امتحان مسابقة الحج لهذا العام، ولله الفضل تم النجاح واختيارنا في البعثة العسكرية، ووصلنا إلى المدينة المنورة يوم الأحد عصرا، وسنتحرك إن شاء الله صباح يوم الأربعاء إلى مكة المكرمة لإكمال بقية المناسك مناسك الحج، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم إلى القيادة العامة أو القيادة العليا ممثلة بجلالة الملك الذي أتاح لنا هذه الفرصة العظيمة لأداء مناسك الحج. وأحب أن أطمن جميع الأهل بأننا بأفضل صحة ولله الحمد وشكرا. أنا الوكيل محمود مسلم سليم أحد منتسبي بعثة الحج الأردنية عن طريق المسابقة الدينية. نحن الآن في المدينة المنورة والحمد لله وصلنا بسلام، وفي هذه المناسبة أود أن أطمن أهلي وأصحابي الحمد لله أن بصحة جيدة. وبهذه المناسبة أشكر جلالة سيدنا القائد الأعلى الملك عبد الله وجميع القائمين على القوات المسلحة الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة لأداء هذا النسك العظيم، وأشكر الرئيس البعثة وجميع القائمين على هذه البعثة. أنا الرقيب أول حسام عبد الله الخزاعلة أحد منتسبي البعثة العسكرية الأردنية. أنا الحمد لله نجحت بفحص مستوى الحج لهذا العام، والحمد لله فزت ونجحت بهذه المسابقة. كل الشكر إلى المكرمة الملكية الهاشمية على رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني على هذه المكارم اللي نتمنى أنها تظل دائما مستمرة وتكون في ميزان حسنات العائلة الهاشمية. والحمد لله احنا نطمن الاهل على انه جميع افراد البعثه بخير والحمد لله. وتشتمل بعثه القوات المسلحه على متقاعدين عسكريين ومصابين عسكريين وحجاج ديوان الملكي. عقيده دينيه راسخه يرتكز عليها الجيش العربي الذي يفيد منتسبيه اليوم الى المشاعر المقدسه. للحقيقه الدوليه تقرير سالم الجبور من المدينه المنوره.